العامري دعا الكتل السياسية إلى توحيد الكلمة والموقف لتجاوز الأزمة السياسية، مؤكدا الاستعداد للتنازل عن كل شيء من أجل العراق وشعبه على حد قوله. أستطيع أن أقول نيابة عن الأخوة في البناء، أيدينا ممدودة وقلوبنا مفتوحة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. صحيح الآية تتحدث عن غير المسلمين، ولكن تعالوا إلى هذه الكلمة، تعالوا لنتفق في كيفية بناء العراق. قلوبنا مفتوحة ومستعدين للتنازل عن كل شيء من أجل العراق ومن أجل شعب العراق.